بعد أقل من شهر من تصريح شهير لوزير الداخلية المغربي حذر فيه مما سماه تهديدات جدية لأمن المغرب من عدد من التنظيمات المسلحة، يعود الموضوع إلى الواجهة مرة أخرى. خطاب العاهل المغربي بمناسبة اعتلائه العرش أشار إلى أن ما يجري في المشرق له تداعيات على بلدان المغرب، داعيا إلى تجميع الجهود الإقليمية لمواجهتها. إن الأمر لا يتعلق بأزمة جهوية فقط، وإنما بمستنقع خصب لقوى التطرف والإرهاب الأكثر عنفا والأكثر تهديد لأمن بلداننا، بل وللأمن والاستقرار عبر العالم. فما أحوجنا اليوم إلى منظومة عربية متكاملة ومندمجة اقتصاديا وموحدة ومنسجمة سياسيا. صحيفة المساء المغربية لفتت في نفس السياق إلى استنفار أمني رفع إلى درجاته القصوى شمل تحركات قدماء المحاربين وحملة سلاح، وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر الأمن شرعت في إحصاء من بلغوا سن التقاعد بعد الخدمة العسكرية، فيما ربطت بين هذا الوضع وبعض مغاربة الخارج الذين يستعدون لدخول المغرب. مخاطر مرتبطة أولا بوجود القاعدة وداعش، تسابق بينهما على مستوى تعبئة الموارد البشرية من الدول المغربية، وعلى مستوى القيام بضربات متوقعة لإثبات القوة. أيضا معلومات تقول بأن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول تأسيس ولاية إسلامية في ليبيا، وهذا يقلق الدول المغربية ويقلق المغرب والجزائر وتونس بالخصوص. حالة الاستنفار الأمنية شملت أيضا شعبة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني من أجل رصد عدد من المواقع المشتبه بها التابعة لبعض التنظيمات المسلحة. كل هذا يجري في ظل حالة من الغموض تكتنف حقيقة هذه التهديدات أو الأهداف المقصودة داخليا أو خارجيا. تواتر الإعلانات عن التهديدات الأمنية التي تستهدف المغرب في مدة وجيزة من أعلى السلطات السياسية والأمنية في البلاد تعطي فكرة عن حجم الخطر المرتقب في وقت تعاني فيه المنطقة المغاربية من عدم استقرار يتجه إلى الفوضى خصوصا في ليبيا. يوسف ياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.